المنافس مش الخصم. آه المنافس، احنا منافسين كلنا مش خصوم. لكن دي جامده قوي، معلش انا مش فاهم الموضوع. لا 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 انا جاي معاك. لا لا هو طبعا يوم الشوط الاول كان صعب. هي الدخله دي عليا؟ لا ده الخصم وافق. دي الدخله دي عليا يعني؟ خالص احنا بتوع بعض، احنا حبايب. يعني شفت بقى، شوف حبايب، شوف يا الترابيزه ايه اللي حصل لها. انت اديتني جت ايمن اول رد. شوف بقول لك يا سيف، انت سيبك من الناحيه دي، دي واحده يا كابتن. خلي بالك انا بايد الانذارات. الحياه طيبين. لا 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 اتفضل يا كابتن. طبعا شوط كارثي اول، وشوط كان برضو باللفظ دايما اللي انا بقوله هديه للنادي الاهلي. الزمالك قدم نفسه بشكل اقل من المتوقع تماما. حضرتك تتكلم على الشوط الثاني ولا الاول؟ الاول، الشوط الاول. الزمالك قدم نفسه بشكل سيء جدا. نص ملعب الدفاعي مش موجود، ازاي كل الحسبه يتقال، ازاي اي تركيبه فنيه لاي فرقه، ازاي تدافع بشكل قوي جدا وازاي تهاجم بشكل مميز وبكثافات قويه جدا. وده اسوريو بصراحه اداه بشكل سيء جدا. من يتحمل الكارثه اللي حضرتك بتقولها؟ اسوريو المدير الفني، هو صاحب النتيجه اللي هي حصلت في الشوط الاول. وانا كنت قاعد وكان معايا الكباتن، ودايما عمال قاعد يقول فرصه نجيب التالت، او لازم نجيب التالت، لان الزمالك هيرجع. هو الزمالك هيرجع؟ او الزمالك هيرجع ازاي؟ او الزمالك اسوريو هيصلح اخطائه ازاي؟ كل ده كان وارد، لكن في الاخر الماتش خلص الشوط الاول. كل الماتش خلص الشوط الاول بالاداء السلبي لمنطقه نص الملعب الدفاعيه، والذكاء من لاعبي النادي الاهلي وخاصه حسين الشحات. انت لو عدت الجون الاول، مش يعني مش بعيدا عن اي حاجه، لو تشوف حسين الشحات بيغير الجري بتاعه وهو من ناحيه المسلوسي للناحيه الثانيه، بيتوقع ارتداد الكره وبيحولها لجون، اعتقد كانت رائعه. بص، كان حسين الشحات الناحيه الشمال وراح جري، المسلوسي ما تابعش معاه. طبعا الزاويه الضيقه والاوف داي بتاع صبحي، او في دايما كده لعيبه بتبقى الاوف داي بتاعها كان يوم مش مميز لصبحي في اتخاذ قراراته تماما حوالين المرمى. لكن برضه ما تقدرش تلوم صبحي، لان نص الملعب الدفاعي، الجون بتاع الزمالك طول الماتش مفتوح واضح للاعيبه الاهلي، كان ممكن يجيبوا اثنين وثلاثه وضاع منهم فرصتين ثلاثه كمان اجوان، واحده انقذها سكر من على خط الجون، وواحده جت في القائم. في الشوط الاول كل الاخطاء اللي ممكن يؤديها نادي الزمالك في ماتش قمه، في ماتش اهلي، قدمها اسوريو قدام كولر. كولر انتهز الفرصه بصراحه، قفشه كان مميز، الشحات كان مميز، كلهم ادوا الاداء المطلوب منهم ان هم يحسموا لقاء كان سهل قوي قدامهم. اختلفت الاوضاع تماما الشوط الثاني بعد تغييرات اسوريو، ابتدى رجع لمنطقه نص الملعب تاني، وبالذات الدفاعيه قدر يظبطها شويه، ادى شيء من التنافس، والشوط الثاني خلص بالشكل زي ما احنا شفناه، اداء مميز. زيزو ظهر، زيزو جات له المساحات، زيزو اختفى الشوط الاول. الادوار نفسها كانت مبهمه للاعيبه نادي الزمالك، ما تلاقيش ادوار، ما تلاقيش لعيب في نادي الزمالك الشوط الاول ادواره واضحه، يعني انت ما تقدرش تحدد زيزو بيلعب فين ولا شيكابالا فين، حتى فتوح تاه منك. اللعيبه المميزه المؤثره ما كانتش موجوده الشوط الاول، كلها ادوارها صعبه ومركبه بشكل صعب جدا، فمش قادرين يدوا لك اي حاجه. مطلوب منك تبقى حر، لكن مطلوب منك انك تدافع، فهو ما بيدافعش. في نص الملعب الدفاعي اتكشف لنادي الزمالك، لكن اسوريو بين الشوطين قدر يلحق نفسه شويه، وبرده كولر كان خدم المباراه كل معظم اللي هو عايزه. لكن حدوته الشوط الثاني كانت صعبه، لان الزمالك بعد الجون الاولاني بتاع زيزو ضربه الجزاء جات له فرصه، والثانيه يعني فيري باد لك، كان ممكن يرجع بشكل احسن من كده. فجاه التحولات اللي في المباراه، وده رجعك لسؤال اهم، المدير الفني دايما بيبقى له تاثير في النتيجه مش اللعيبه بس، لان الاختيار الخاطئ للتشكيل وفكره اللعب هي اللي سببت لك النتيجه. لما عدلت نفسك من الشوط الثاني، الزمالك كان ند قوي للاهلي الشوط الثاني، وطلعت النتيجه 1-1. يعني حتى الجون الرابع في الدقيقه 94 او 95 يعني كان طبعا ادى منظر، لكن الشوط الثاني كان كله نادي الزمالك اللي مسيطر وضاغط على النادي الاهلي. طبعا الاهلي كان خد الثلاث اجوان وعايز يحافظ عليهم، ومكثف خطوطه ومضيق خطوطه ولامم نفسه ورا، لكن كان في اخطاء كتيره قوي دفاعيه من الشناوي، من منعم، من ياسر، كان في فرص كتيره قوي. لكن هو ده الذكاء، ولما انت اتكلمت مع الكباتن ازاي الماتشات الكبيره دي تبتديها، وازاي تاخد منها اللي انت عايزه بسرعه، ما تستناش للاخر، وده اللي نجح فيه الاهلي بمساعده اسوريو في تشكيله في الشوط الاول. لكن الشوط الثاني ظهر حقيقه كان ممكن تبقى مباراه ثانيه، لكن مبروك للاهلي، عرف يخطف او ياخد المباراه بشكل مظبوط في التوقيت المناسب.
وارجو ان اوسوريو يستفيد من اخطائه. الخطا ده اتكرر في ماتش فيوتشر، ادى في ماتش فيوتشر لو تفتكر احمد كان معايا في الاستوديو، برضو نفس الخطا في التشكيل والتركيب واسلوب اللعب، لكن كان توفيق لعيبه زيزو رجعه في المباراه، كان زيزو موفق قوي في المباراه وقدر يرجع الزمالك. النتيجه العادله كام؟ لا لو بال90 دقيقه في المباراه الاهلي طبعا يكسب، بس هتبقى النتيجه 3-2 4-3 يعني، كان ممكن توصل كده لو الزمالك ابتدى بالشكل ده، كان بالشوط الاول كان ممكن النتيجه كمان تتغير والزمالك يقدر يعمل نتيجه احسن من كده قوي ويقدر يكسب او يتعادل. لكن التشكيل طبعا سوري، وانا لما قلت لك قبل المباراه قلت جمله وكانت جمله مهمه قوي، قلت التشكيل التغييرات في التشكيل والتوظيف ده يخوفني في مباراه القمه. انت لازم يبقى لك تشكيل ثابت واللعيبه حافظه ادوارها وبتاديها بشكل معين، التلاعب بفتوح، التلاعب بزيزو، كل دي عناصر اللي هي بتديك التفوق انت خسرتها. وبصراحه لعيبه الاهلي انتهزوا، او حسين الشحات الجون الاولاني اتفرج على فن التحرك بدون كوره، ازاي يتحرك من غير كوره وازاي يصطاد الكوره وازاي غير اتجاهاته وازاي شاط بقوه. وليد صلاح يعني برضو وصف معانا الجون حلو، انها لفت في وش رجله سنه فراحت في شكل مظبوط قوي في الجون. اعتقد يعني بصراحه كل حاجه كانت مميزه قوي للشوط الاول اللي كان النادي الاهلي، والشوط الثاني نادي الزمالك اعتقد رجع للمباراه لكن كان تو ليت او اتاخر قوي. والمباريات دي بتعرف تكسبها في الوقت المناسب، والاهلي عارف يكسب في الوقت المناسب. ماتشات ملاكمه.